وعبد الحفيظ جعوان معنا الآن مباشرة عبر الهاتف. عبد الحفيظ أهلا بك معنا، هل رشحت المزيد من المعلومات حول إطلاق النار في مستوطنة نبي يعقوب أو النبي يعقوب في القدس؟ نعم، حتى الآن الحديث يدور عن 10 إصابات على الأقل، 5 منها بحالة خطيرة، على ما يبدو أن منفذ أو منفذي الهجوم غير واضح حتى هذه اللحظة كان يستقلان مركبة في المكان وقام بفتح النار على مجموعة من المستوطنين في المكان. بعدها طاردتهم سيارة شرطة إسرائيلية كانت موجودة في المكان. الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن إصابة ربما أحد المنفذين بجروح خطيرة، وغير معروف حتى هذه اللحظة إن كان هناك منفذا آخر قد لذ بالفرار. عمليا حالة من الهلع الكبير. الشرطة الإسرائيلية تقوم في هذه اللحظات بإغلاق المطارق وإغلاق الطرق في المكان في محاولة لفهم ما جرى أولا، ثم نقل الإصابات ومعاينة الحدث. نعم، إذن 10 إصابات حسبك إذن عبد الحفيظ حتى الآن في إطلاق النار في نبي يعقوب. معلومات قبل قليل وكالة الصحافة الفرنسية عبد الحفيظ قالت أنه جرى قتل أحد مطلقي النار، لا نعلم، هي تحدثت عن مطلق نار واحد، لكن دعني أسألك عن نبي يعقوب، ماذا نعرف عن طبيعة المكان، هذه المستوطنة في القدس، ما المعلومات المتوفرة عنها وطبيعة التواجد السكاني فيها والأمني؟ نعم، هو حي استيطاني في شرقي مدينة القدس بالقرب من بلدة بيت حنينة إلى الشمال من مدينة القدس، يقطنه عدد كبير من المستوطنين، وعمليا هي يعني منطقة أيضا يعيش بالقرب منها عدد كبير من الفلسطينيين من المقدسيين، وعادة ما يجري يعني في هذا المكان مناوشات بين الفلسطينيين وبين المستوطنين، مثل كل البلدات الموجودة في مدينة القدس والأحياء الموجودة في مدينة القدس، وهو أيضا مفرق وشريان طرق رئيسي يؤدي من القدس الشرقية إلى أماكن مختلفة، وبالتالي عادة ما يكون هناك اكتظاظ للمستوطنين في المكان. كان الحديث أولا يجري عن استهداف كنيس أيضا في المكان في هذا الحي الاستيطاني، ولكن حتى هذه اللحظة يعني غير معروف كيف تم استهداف المستوطنين، هل كانوا خارج الكنيسة، هل كانوا في الشارع، أم كانوا يعني في مكان آخر. الآن الأخبار الإسرائيلية تتحدث أن المنفذ هو منفذ واحد، وعلى ما يبدو أن الشرطة الإسرائيلية قامت بقتله، والشرطة الإسرائيلية تقول الآن لا خوف من وجود منفذ آخر في المكان. هذه طبعا الأخبار التي رشحت حتى هذه اللحظة. نعم، وما زالت طبعا الأخبار ترد تباعا عن العملية. نعم، طيب الوضع ما يزال، ولكن في نبي يعقوب الوضع مرتبك قليلا يمكن القول، أو بعد هذه الأخبار يمكن الحديث على يعني عودة الهدوء؟ لا، هو كان متوقع أن هذه العمليات صحيح كانت متوقعة، وخصوصا هي مرتبطة بشكل أساسي بما جرى البارحة في جنين، في مدينة جنين. نعم، ما جرى في مدينة جنين، وكان هناك تحذيرات بأن الفلسطينيون أو بعض الخلايا الفلسطينية ستقوم بتنفيذ عمليات إطلاق نار ردا على ضحايا العشرة الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي يوم أمس في جنين، وبالتالي هذا متوقع. كان هناك تكثيف للشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس منذ الصباح، ولكن يبدو أن أحد المنفذين يعني نجح في تنفيذ هذه العملية. نعم، عبد الحفيظ سندعوك تجمع 5 قتلى. نعم، الحديث الآن عن 5 قتلى في العملية. نعم، 5 قتلى إسرائيليين والجرحى. نعم، 5 قتلى إسرائيليين، وعلى ما يبدو أن هناك 5 جرحى آخرين، يعني 5 جرحى و5 قتلى. إذن نقلا عن مراسل العربية، إذن 5 قتلى إسرائيليين في إطلاق نار من قبل فلسطيني على ما يبدو، لسنا متأكدين بعد، ولكن في العموم هو شخص مجهول. على العموم القوات الإسرائيلية قامت بقتله كذلك في إطلاق النار في مستوطنة نبي يعقوب أو مستوطنة النبي يعقوب في القدس، أحد أحياء القدس. إذن على العموم عبد الحفيظ سنكتفي معك بهذا القدر الآن، ولكن نبقي أعيننا على هذا الخبر المتفاعل، وأي تفاصيل ترشح عنه سنعاود الاتصال بك في نشرات هذا المساء. شكرا لك عبد الحفيظ.